ما فينا نحكي قدامهم ولا كلمة. بس متأكدة في شي خليل؟ وأنا كمان. ولا لشو لا تحكي هيك مع يوسف؟ حسيتك أنه حابة تخبرني بشي بس بعدين بطلت. الماضي مستحيل يمحى وهالقصص ما بتنتسى وكل الوقت عم تحكي هيك شغلات. ميرنا وطي صوتك. معقول يا أسانة لدرجة تخلى عن أخي؟ وليش بهالسهولة؟ رح نعرف. تعي لهون. لو سمحت خليل لازم ندور عليها. ماشي عمري ولا يهمك. نطلع هلأ مندور عليها لحالنا. بس زاهر خليه هون. ايه عمري معقولة يعني من غير شي معصب وجانن ووجوده رح يأزم الوضع أكتر. ان شاء الله يطلع بإيدنا نساوي شي. قال الدكتور العصب مو مقطوع رح يخيطوا له الشرايين. الحمد لله اللي لحقناه. كان راح يا ريته راح كنا خلصنا منه. ليش عم تقول هيك يا اخي؟ هذا قاتل كم شخص بدون ما ترفع عينه. مجرم كبير. ما بتعرف اذا عاش كم واحد لسه بده يقتل. الحبس قليل عليه. هيك ناس بده شنق. بتعرفه منيح. شي طبيعي. ما رح تفتح تليفونه. كيف رح نلاقيها وما بنعرف وين ندور؟ عمر كان عم يتحرى عن رفقاته القدماء. هو بيعرف. الو. مساء الخير عمر. مساء النور خليل. بدك ما تواخذني. رح ازعجك مشان ليلى. كنت عم تتحرى عن رفقاته. شو صار؟ لا هلأ ما لقيت هو. مبلا مبلا اجت على البيت بس بلا ما نفهم راحت مرة تانية وقالت ليوسف ما رح ترجع على ألمانيا. في شي مو طبيعي. في شي مخوفة عم تخبي عنا. بالوقت الحالي أنا كتير مشغول يا خليل. حاكيك بعدين. أنا آسف بس نحنا كتير مشغول بالنا عليها. بعرف. نحنا عم نتحرى عنا ولا يهمة. إذا عرفنا شي رح نخبر. ماشي عم نستنى. موفقين. طيب ماشي بشوفك. الله معك. مين اتصل؟ أخي يوسف. ليش المحقق عمر ما عم يدور عليه؟